الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجلسين اللذين نقرأ فيهما قاعدة كتاب رسالة شيخ الإسلام رحمه الله، قاعدة في الوسيلة. وفي مجلس أمس كنا قد انتهينا من ما يتعلق بالمقدمة للجواب، وكانت مقدمة متضمنة لبسط وتفصيل فيما يتعلق بالتعظيم، والذي أوجب هذا البسط والتفصيل هو أن التعظيم يحتاج إلى تأصيل لبيان ما يشرع منه وما لا يشرع، إذ إن كثيرا من الواقعين في الانحرافات بألوانها والضلالات بصنوفها يتذرعون ويعتذرون بأن ما يقومون به إنما هو تعظيم لما أمر الله تعالى بتعظيمه. ولذلك ذكر السائل رحمه الله في مسألته حجة من يرد أقوال أهل العلم استناداً إلى أن هذه الأقوال تتضمن تنقصاً واستخفافاً، تنقصاً بالصالحين واستخفافاً بشعائر الله تعالى، وهذا هو موضوع السؤال في الأصل. ففصل فيه الشيخ رحمه الله تفصيلاً بديعاً، ابتدأه بنفي هذا الاحتجاج، ثم بين المعنى الحقيقي للتنقص والاستخفاف، ثم بين تعظيم الشعائر الواجب، ثم بين صورا من التعظيم توقع في الانحراف والضلالات. ويمكن أن نجمل من خلال ما تقدم أن التعظيم يكون على ثلاثة صور أو على ثلاث صور. الصورة الأولى تعظيم مشروع، الصورة الثانية تعظيم منهي عنه، والصورة الثالثة تعظيم محدث وهو داخل في التعظيم المنهي عنه. فيمكن أن نقول تعظيم مشروع وتعظيم غير مشروع. التعظيم المشروع هو ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني وما أشبه ذلك من الصور التي جاءت في الكتاب والسنة. تعظيم غير مشروع يتضمن نوعين: تعظيما منهيا عنه هذا الأول، والثاني تعظيما محدثا. والفرق بينهما أن التعظيم المنهي عنه هو ما جاء النهي عنه بخصوصه، وأما التعظيم المحدث فهو ما جاء النهي عنه على وجه الإجمال، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمؤلف رحمه الله استدل للأصول التي قررها في ابتداء هذه الرسالة من وجوب لزوم الشرع في التعظيم بعدة أدلة كنا قد أشرنا إليها وعلقنا عليها في القراءة السابقة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صوراً من التعظيم المنهي عنه أو صوراً من التعظيم المحدث، صوراً من التعظيم المنهي عنه أو من المحدث، يعني في الجملة من التعظيم غير المشروع. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: واتفق أيضاً أئمة المسلمين
على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ميتاً ولا غائباً، وذكر مسألة الدعاء توطئة للحديث عن مسألة الوسيلة، توطئة وتمهيد للحديث عن مسألة الوسيلة وتقرير ما يجب اعتقاده في هذه المسألة. فلما قرر أن أئمة المسلمين متفقون على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ميتاً ولا غائباً، فلا يدعوه ولا يسأله حاجة ولا يقول اغفر لي، قال بخلاف طلب الدعاء والشفاعة، بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من الصالحين وممن يؤمل منهم إجابة الدعاء. يقول رحمه الله، قال رحمه الله: بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، كما كان أصحابه يطلبون منه الدعاء ويستشفعون به ويتوسلون بدعائه في حياته، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. وقد ثبت في الصحيحين حديث أنس لما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستشفعوا به فطلبوا منه أن يدعو لهم، حين قال له الأعرابي: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادعوا الله لنا، فدعا الله لهم فأمطروا سبتا، ثم شكوا إليه بهدم الأبنية وانقطاع الطرق وسألوه أن يدعو الله بكشفها عنهم، فدعاه فكشفها عنهم. وكذلك يوم القيامة يتوسل به أهل الموقف ويستشفعون به فيشفع لهم إلى ربه أن يقضي بينهم، ثم يشفع شفاعة أخرى لأهل الكبائر من أمته، ويشفع في أن يخرج الله من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس عمه ولم يتوسلوا به بعد موته، فإنهم إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته، وذلك ينقطع بموته فتوسلوا بدعاء العباس. وكذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استشفع في الشام وتوسل بيزيد بن الأسود الجرشي رضي الله عنه وقال: اللهم إنا نتوسل إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه فدعا ودعا الناس حتى نزل المطر. ولهذا قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين، والأولى أن يكونوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بعمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس رضي الله عنه. ولو كان توسلهم في حياته هو إقساما به على الله وتوسلا بذاته من غير أن يدعو لهم لأمكن ذلك بعد مماته، ولكان توسلهم به أولى من توسلهم بالعباس، ولكن إنما كانوا يتوسلون بدعائه، كما ثبت ذلك في الصحاح أنهم توسلوا في الاستسقاء بدعائه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيّن فيه أن طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين ليس فيه محظور شرعي، وأنه لم ينهى عنه. قال رحمه الله في الاستدلال على مشروعية طلب الدعاء من النبي والصالحين: كما كان أصحابه يطلبون منه الدعاء ويستشفعون به، أي يطلبون شفاعته، ويتوسلون بدعائه، أي يجعلون دعاءه لهم وسيلة لتحقيق مطالبهم وإدراك ما يؤملون. قال: ويتوسلون بدعائه، أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ليس بدعائه هو، إنما بأن يدعو صلى الله عليه وسلم لهم، وليس بأنهم يتوجهون إليه بالدعاء والطلب. قال: كما ثبت، ذكر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عمر أنه قال: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك
بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. والتوسل هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ما كانوا يفعلونه من طلب السقيا، من طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لهم أن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر. ولذلك ذكر الحديث الآخر المبين لصفة الاستسقاء الذي ذكره عمر رضي الله عنه في قوله نتوسل إليك بنبينا. ما هي صفة هذا التوسل؟ جاء في الصحيحين من حديث أنس لما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفعوا به فطلبوا منه أن يدعو لهم، حين قال له الأعرابي جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادعوا الله لنا. إذن هذا هو التوسل الذي كانت تعرفه الصحابة، وهو الذي أراده عمر بقوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب الدعاء منه، طلب الدعاء منه أن يدعو لهم بقضاء حاجتهم من إنزال الغيث وحصول البركة. قال وكذلك يوم القيامة يتوسل به أهل الموقف، أي يطلبون شفاعته. وأهل الموقف يأتون إلى الأنبياء كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره أنهم يأتون إليهم إلى آدم يسألونه أن يدعو الله تعالى لهم لفصل القضاء، ثم يذهبون إلى إبراهيم نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وماذا يصنع؟ هل يقضي حاجتهم بنفسه؟ الجواب لا، إنما يذهب يقول فأسجدوا تحت العرش فيفتح علي من المحامد ما لا أعرفه الآن، ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف تكون شفاعته وكيف يتوسل به أهل الموقف. فهذا لا بأس به في الدنيا والآخرة، هذا لا بأس به في الدنيا والآخرة. والشأن في الدنيا لأنه هو مناط أحكام التكاليف، وأما في الآخرة فشأنها آخر، ولكن فيه بيان أن الناس يتوسلون، وأن هذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ليس مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال ولما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس عمه، هذا استدلال بعمل الصحابة رضي الله عنهم. فبعد أن ذكر ما كان من التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ذكر أدلة التوسل بدعاء الصالحين، فذكر ما جرى في زمن الصحابة وذكر في ذلك أثرين. الأثر الأول لما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس عمه ولم يتوسلوا به بعد موته، فإنهم إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته وذلك ينقطع بموته، فتوسلوا بدعاء العباس كما قال عمر رضي الله عنه وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. وكذلك قصة معاوية في توسله بيزيد ابن الأسود الجرشي وهو من الفضل الصالحين العباد أهل الخير، لذلك قال اللهم إنا نتوسل إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك. هكذا فعل معاوية رضي الله عنه في دعاء الاستسقاء، فرفع يديه فدعا ودعا الناس حتى نزل المطر. ومن هذا أخذ العلماء ما ذكر المؤلف رحمه الله من استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين، والأولى يعني والذي يقدم في هذا الباب من جمع إلى الصلاح قربة وصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول والأولى أن يكون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شرفهم عند رب العالمين. قال بعد ذلك ولم يقل أحد من المسلمين. إذن الآن المقطع هو في تقرير جواز طلب السؤال الدعاء والشفاعة من الأنبياء والصالحين في حياتهم. الآن ينتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر التوسل بهم، فيقول رحمه الله ولم يقل أحد من المسلمين إنهم كانوا في حياته يقسمون به ويتوسلون بذاته، بل حديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم
ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد بسطت ألفاظه، كما قد بسطت ألفاظه في موضع آخر. وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه فيا. وفي رواية ثانية رواها أحمد والبيهقي وغيرهما: اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، أمره أن يدعو هو أيضا، كما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي: أسأل مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الإنسان قد يكون مشروطا بشروط، وقد يكون هناك مانع كاستغفاره للمنافقين. طيب، يقول رحمه الله: ولم يقل أحد من المسلمين إنهم كانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، في حياته يقسمون به فيقولون: ومحمد والنبي أو الرسول. لم يكن هذا في لسان الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكونوا يقسمون به صلى الله عليه وسلم، لا على أنفسهم، أي لا على ما يكون بينهم من أيمان، ولا على رب العالمين، فلا يقسمون بالنبي على الله فيقولون: أقسم بمحمد عليك أن تفعل كذا، أو بالنبي عليك أن تفعل كذا، في خطابه ودعاء لله تعالى. فلم يكونوا يقسمون به صلى الله عليه وسلم، ولا يتوسلون بذاته، أي لا يطلبون الوسيلة بذات النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، دون أن يطلبوا منه الدعاء. فالتوسل بالذات هو أن يطلب الأمر من الله تعالى، أو أن يكون في الدعاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه طلب حصول المأمول ودفع المكروه، دون أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فإنه لم يكن هذا من عملهم رضي الله عنهم. يقول: بل حديث الأعمى. الآن المؤلف رحمه الله يجيب على سؤال من أسئلة السائل بعد أن فرغ من السؤال الأول، قال رحمه، والثاني والثالث، قال: وهل صح حديث الأعمى الذي أورده الترمذي في جامعه؟ الآن يجيب الشيخ رحمه الله عن هذا، يذكر هذا الحديث ويذكر ما يتعلق به مما يتصل بجواب السائل. فيقول رحمه الله: بل حديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم، ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتوسل بذاته ولا أقسم به على الله تعالى، إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كما بسطت ألفاظه في موضع آخر. ثم يقول رحمه الله تعالى: وفي أول الحديث، هذا بيان لما أصله وبينه من أن التوسل في حديث الأعمى ليس بذاته ولا إقساما به، إنما هو توسل بدعائه. يقول: وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ولم يطلب منه أن يقضي حاجته، لم يطلب منه أن يرد بصره، كما أنه لم يطلب من الله ابتداء أن يرد بصره بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بذاته. قال: فقال له النبي صلى الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. فجعل السؤال إلى الله تعالى، وذكر في سؤاله ما يوجب الجواب، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، أي ليقضيها الله تعالى. قال: اللهم فشفعه، أي اقبل دعاءه في، هذا معنى قولي اللهم فشفعه في، هذا من دعاء
أعمى الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم في إدراك حاجته وحصول مطلوبه. اللهم فشفعه في، أي اقبل دعاءه فيه. ولا يشكل عليك أنه قال يا رسول، يا محمد يا رسول الله، فإن هذا ليس دعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هذا فيه نداء النبي صلى الله عليه وعلى، هذا ليس دعاء توسل بقضاء الحاجة، إنما هذا فيه ذكر الوسيلة التي يحصل من خلالها المقصود، وهو قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فلا يشكل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل القول في هذا الدعاء يا محمد يا رسول الله، فإن هذا لا محظور فيه، إذ إنه في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يطلب من الله تعالى أن يقبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه. يقول وفي رواية ثانية رواها أحمد والبيهقي وغيرهما، اللهم شفعه في، يقول وشفعني فيه، وشفعني فيه، وشفعني فيه، أي وأجب دعاي في أن تجيب دعاءه لي. هذا معنى قوله وشفعني فيه، أي وأجب دعاي في أن تجيب دعاءه في. فيكون هنا الدعاء من جهتين، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الحاجة، ومن جهة الرجل بأن يقبل الله تعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل دعاءه في أن يقبل رب العالمين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولي وشفعني فيه، أي واقبل دعائي أن واقبل دعائي في أن يستجيب، في أن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حصول غايتي ومطلوبي. قال فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، أمره أن يدعو هو أيضا، هذا الأعمى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، أمره أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أيضا، كما قال له ربيعة ابن كعب الأسلمي. وهذا إشارة إلى أنه قد حصل ذلك من غير هذا الرجل في أمر أعظم من رد البصر، وهو الجنة. فإن ربيعة بن كعب الأسلمي قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. لماذا ذكر السجود؟ لأنه موطن الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وهذا يشير إلى أنه أكثر من الدعاء، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء. قال فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الإنسان قد يكون مشروطا بشروط، أي حصول شفاعة النبي وإدراك ما سأله السائلون من الدعاء والحاجات مشروطا بشروط، وقد يكون هناك مانع كاستغفار المنافقين. يعني خلاصة هذا سيأتي بسطها الآن في المقطع القادم، أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الدعاء في أنه لا بد فيه من توافر الشروط، شروط الإجابة وانتفاء الموانع التي تمنع الإجابة. وإن كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الميزة ما ليس في غيره، إذ إنه أقرب إلى الإجابة وأحرى إلى حصول المقصود، لكن هذا لا يعني أنه مجاب في كل ما دعاه صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في أمور ولم يجبه الله تعالى إليها، فقد دعا على أحياء من العرب ولم يجبه الله تعالى فيهم، ودعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم لأمته بأمور ولم يجبه الله تعالى فيها. ومن ذلك ما في الصحيح من حديث عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فدل هذا على أنه لا يجاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسأله الله تعالى، فيما يسأله الله جل وعلا ويدعو به، بل هذا في القرآن الكريم، قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والاستغفار دعاء، ومع ذلك لم
يجب فيه، بل قال لو استغفرت لهم 70 مرة، وهذا دليل على كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء، لن يغفر الله لهم، وذلك لوجود المانع من الإجابة. كما أنه سيذكر المؤلف رحمه الله شيئا من هذا في المقطع القادم. المقصود أن ما كان من الصحابة رضي الله عنهم وما كان من الأعراب على وجه الخصوص هو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، وهو شارك النبي في الدعاء، حيث إنه سأل الله تعالى أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجيبه إلى مسؤوله ومأموله. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.